سنة 1953، المكان مصر، يتولد طفلة بريئة صغنطوطة خالص، أهلها يقرروا إنه يسموها عطيات. وفي نفس السنة في أوروبا العلماء يصنعوا هذا المركب الخطير، وتعدي السنين وتقرر الطفلة دي إن هي تكون فيفي عبده وتاخد لقب راقصة مصر الأولى، ونفس السنين تعدي برضه والمركب بتاعنا ياخد لقب The King of Urinary Antiseptic Drugs، دواء من أقوى وأفضل الأدوية اللي بتعالج التهابات المجاري البولية. دواء يعتبر من أكتر 200 دواء بيتكتبوا في روشتات الدكاترة يوميا. تعال نركز في الاستراكشر بتاع الدواء بتاعنا كده قدامنا، في عبارة عن حلقتين قدامك اهم. الحلقة اللي على الشمال دي اللي فيها نيتروجين دي بيسموها 5 نيتروفوران رينج، والحلقة دي اسمها إيميدازولين رينج، ولها اسم دلع تاني كده هيدانتوين. هناخد المقطع ده اللي هو نيتروفوران، وناخد المقطع ده اللي هو توين، ونعمل المركب بتاعنا. الدواء بتاعنا هنسميه نيتروفورانتوين. ومع العيلة الـ 12 نيتروفورانتوين، بصراحة هو مش عيلة قوي، هو دواء واحد كده. وحاجة كمان، هو متصنع سينثيتيك دراج، يعني ما اقدرش اقول عليه انتيبيوتيك، فهو مادة كيميائية تم تصنيعها بس وجدنا ان لها انتي ميكروبيال افكت، تأثير قاتل على البكتيريا. ده الاستراكشر بتاع النيتروفورانتوين، المركب بتاعنا الموليكولار ويت بتاعه 238 تقريبا. الله، ده absorbed orally well، بيمتص عن طريق الامعاء كويس جدا، وهيمتص ويطلع للدم completely، اذا هينتشر في الانسجة ويعدي blood brain barrier كويس. لا 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 لا، استنى، في مشكلة معاه هنا للأسف، ان عمره في الدم دقايق تقريبا 20 دقيقة، ما بيلحقش يدخل اي نسيج، وعلى طول هوب ينزل في البول على طول، فصعب عالج بيه اي عدوى في الانسجة، اي systemic infection صعب النيتروفورانتوين يعالجها. ايه ده، يعني ملوش لازمة؟ لا، ما هو رب نفعت الضار، هو سابني ونزل في البول، خلاص اعالج بيه التهابات المجاري البولية urinary tract infection. نيجي للفارماكوكاينيتكس بتاعته. الامتصاص اتفقنا ان هو بيمتص عن طريق الامعاء تماما، الاكل ما بيأثرش في امتصاص. طيب التوزيع بتاعه distribution زفت، وحش جدا، قلت لك مش بيقعد في الدم، وبالتالي هو extremely poor tissue penetration، مش هيدخل الأنسجة للأسف، وبيترمى في البول على طول. طيب بالنسبة للميتابوليزم بتاعه عادي جدا في الليفر. طيب لما خلص منه وارميه، هرميه فين؟ جزء بسيط بيترمى عن طريق المرارة، والأغلب بيترمى عن طريق الكلى في البول، والجميل انه بينزل بهاي كونسنتريشن، تركيزات عالية قوي في البول. وحاجة كمان، هو بينزل ميتابولايت بس ما تخافش، بينزل unchanged، مش متغير، اكتف زي ما هو، فعال زي ما هو، وبيبقى فعال اكتر، يا سلام بقى لو كان اليورين اسيدك حمضي. الله، ده دواء لقطة لعلاج UTI، ده حتى بيسموه urinary antiseptic، مطهر بولي كمان، من عظمته. يلا ندخل على الفارماكو داينامكس بقى، هو بيشتغل ازاي. ركز معايا، في اول ما بيدخل للبكتيريا، البكتيريا مش طايقاه، تختزله، وبانزيم اسمه نيتروفوران ريدكتيز تحوله الى رياكتيف مولكيول، راديكال ايونز، توكسيك كومباوند، ماده سامه، ديناميت. الديناميت ده يروح يهاجم الدي ان اي او الار ان اي او البكتيريا البروتينز بتاعتها، هوب هوب ندمر الدي ان اي والكروموسوم بتاع البكتيريا. ايه العظمه دي، دواء بكتيري سايدل بجد. البكتيريا تسكت؟ لا، هتقاوم وتفوق وتعمل تثبيط لانزيم النيتروفوران ريدكتيز، بس على فكرة مش سهل عليها ان هي تعمل عملية المقاومة دي. نيجي للسبيكترم بقى، يا ترى الدواء ده بيجيب ايه؟ خد الانواع البكتيريا دي عندك وركز فيها قوي. بيجيب الايكولاي والستافيلوكوكس سابريفيتوكس والانتيروكوكس فيسياليس والستريبتوكوكس اجالاكتيا والكلابسييلا. ايه ده؟
ده اغلب الرجاله اللي كانت بتعمل يو تي اي. مش انا لسه قايل لك ان هو علاج متخصص في اليو تي اي؟ بس ما تنساش النيتروفورانتوين مالوش تاثير على دول، الانتروباكتر، البروتياس، سودوموناس. بس صراحه دواء راجل يشكر قوي انه يعرف يجيب المجموعه دي، المجموعه اللي بتعمل التهابات مجاري بوليه. ندخل على الثيرابيوتيك يوسز بقى، دواعي الاستعمال. مش هقول لك غير حاجه واحده بس، يو تي اي، يورينري تراكت انفكشنز، عدوى المجاري البوليه. ليه؟ لشويه اسباب. اول سبب لانه بينزل في البول على طول. تاني سبب بينزل بتركيزات عالية قوي. تالت سبب هو بينزل كميتابولايت بس بينزل unchanged زي ما هو اكتف وفعال. رابع سبب شغال على اغلب البكتيريا اللي بتعمل يو تي اي. ومش بس كده، ده في دكاترة بتستخدمه في الكمبليكيتد يو تي اي، في بعض الحالات بيبقى عندها التهابات في المجاري البولية وتدي دواء واثنين وتلاتة وما بيجيبش نتيجة معاه، فخلاص يستخدم نيتروفورانتوين. ومش بس كده، ساعات بيستخدموه كبروفلاكتيك، دواء وقائي من الريكيرنت يو تي اي، الجماعه اللي بيجي لهم التهابات مجاري بوليه متكرره كل فتره. خد بالك هو بيعالج اللور يو تي اي مش الابر يو تي اي. هوضح لك النقطه دي اكتر في فيديو خاص باليو تي اي منفصل بذاته. وحيات عينيك وفداها عينيا، خد بالك علشان النيتروفورانتوين يشتغل بجد عايز وسط البول يكون حمضي، اسيدك يورين. فلو هو اسيدك اوكي، لكن لو هو الكلاين قلوي اعمل اسيدفيكيشن لليورين. ندخل للادفيرس افكتس بقى، الاعراض الجانبيه. بص 99% من اللي هياخدوا الدواء ممكن يحصل لهم صداع، ترجيع، دوخه شويه، اسهال، احيانا حساسيه. يقول لك والله يا دكتور انا خدت الدواء من هنا ولون البول بتاعي بقى بني. كل دي اعراض يعني نقول بسيطه، لكن 1% من الناس وده نادر جدا ممكن يحصل له مشاكل في الرئه او مشاكل في الكبد او مشاكل عصبيه. طيب نيجي لاخر حاجه، الكونترا انديكيشن. مين اللي ما ينفعش ياخد الدواء؟ هو امن في الحمل اوله ونصه، لكن في اواخر الحمل هيروح للجنين، والجنين لسه خلايا الدم الحمراء بتاعته اماتيور انزيم سيستم، فممكن يتولد ويزود فرصه يبقى عنده هيموليتيك انيميا ويزود نسبه حدوث النيونيتال جوندس، فبلاش في اواخر الحمل. وكذلك بلاش لبيبي اقل من شهر لنفس السبب برضو، وبلاش لست بترضع بيبي اقل من شهر لنفس السبب برضو، وبلاش لمرضى عندهم G6PD deficiency اللي عندهم انيميا الفول لانه هيدخل في هيموليتيك اتاك، وبلاش لمرضى القصور والفشل الكلوي لانه بينزل في البول بتركيزات عالية جدا. انا خلصت حلقة النهاردة، فين اللايك؟ فين الشير؟